أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا طلب مني أحد الأصدقاء مرافقته لحاجة له علما أنه لا يحتاجني فيها، هل إذا رافقته إلى حاجته يشملني الفضل الوارد في حديث من مشى في حاجة أخيه حتى يقضيها مشى الله في حاجته؟ هذا في اللي يشفع، الذي يشفع في حاجة أخيه لتحصيلها. أما إذا ذهبت معه من باب المؤانسة فقط، هذا من المؤانسة والمصاحبة، لك أن تذهب معه ولك أن لا تذهب. نعم، لكن ما يدخل هذا في الحديث، لأن هذا ليس شفاعة وإنما هو مؤانسة له. نعم.